بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كاتب سيد الشيخ أو شيخي ما أنت ألقان وعن السهول من دراسة ورأو سعطي أما وطبرشا مركز الكسعطي إلى مدى أرضيضا يريري دادوا وين با أي ودين برامج اللي نعضو بناء الأساس أساس كارتين لغا صعب صعب لغار سيون تروسن وحبرشا كالاور قدبين مرحلة اللي نعضو سكو في الناشو هنا دايو سكو في الناشو لغار سيون بروغرام كسان مانتو فردنا شاب دوها ومدى أرضي داني يساق هل كا إسلا جوغن أيانو باهم نايمانتا سيدي وحو إنجازين أما وحقابت كودي دروس تي قاب كي أيو سورة كشي أيان رمانتنا لغانو كلي بو وحان سلوغين بروغرام كودهان سلو سعودو إيو نظام كيسا أرضيضو كلمات كاليسي يو بيهي أحكام تي كلي بسا يقانا أنيو برامش كي هادي والا نميلي رادو نظام كان امتحان كان وقع ذو واسد صو صوتا هذه بروغرام كسير خبي لورد مي أرضي دان ما أنتو هنو يرين يا وح الله هم هوا يا نو يرين شهر كسر سن حفلة دان هم يرين وح يسوق عتة ما عربي نو يرين وح هنو يرين ده إنه أسكت شك شكا وعربيا وانسير خبي القرآن هذا رب القرآن بنو قدريا أما حديث بنو قدريا يريس كاس أنو يري وينه القرآن سيل ربي وينه القرآن محل فيرنا يريس كا فرقهم تا ما تدا إملاء ليرهضم وحيلا سوام من الحروف سيل انت هذا سوام ليرهضم وحروفها نتواقين على القرآن عكس جدي حروفها قرآن أو أن الآخرين يقول الآخرين عن قرنين وها صدام مقايدون بدي سوقاتن كواسم كو امتحامينا مركان دمينو قيب تييريس كمركان دمينو وحان قلينا ان قرآن كو امتحام ارضي دان قرآن لو ما اخرينين قار الله يعني خوص قارين خوص لو سعودي وحان روينا البقران كو امتحام وصورة الكافينا كو امتحام ميلا الميشا حنوان ايام سوساريا وين اخريا سيدي قف لو سو اخريا وكل وين اخريا حتى يارين دا يسور تقلي وشاب دوها بانو بفسرينا شاب دوها والله أحسن هذه عروض تاسي قرآن كلوك على فري سيد خبي أخرين ويا شاب دوها والله يستعين تاسي وعربنا قرآن كإني ميل المشي رمانة كأخريان ها أخريانة مشي أخريان وين أحكام تلاقيه ويديا فيه كتيرة وتجويدة قولي قول الله ما أخرين تجويد كتاب تجويد الله ما أخرين لكن برامج كايا هو وتا أحكام تجويد وسرب الله برا سيام توسع هاي كتاب كهداية الله ما أخرين جزيرة الله ما أخرين لكن هاي برنامج واحد لو كتاب بكو جري اي برنامج هذا افتراش قف الافتراش او فريستو افتراش ها لبد فريا لو برتو وي اما المربع واما الافتراش قران ماشي انا كوي تنين خلاص هاي فريستا magaan yeerinaya qofkan ma isan yeeri halkaas uu iimaanay kitaabkan uu kala furanaya meesha uu soo badan nasiibkiis markuu akhriyo adana su'aalaha ka weydinaya mudud idhaar idgham ikhfa waajib laazim qalqala ayaan weydinaya salaama soo qaaday ya shabdaay ay warqada ma ka raayna warqada ii fiiri qof buu horeeyaa هاي القرآن كان قلينا كتاب القرآن كا وادمان سالكات كتاب كات كالفرنة إسلام كالبرك ماشي كوسا بعضه لبد بيج مس كتاب دونيس كوسا بها هاي يقول عبد العزيز عبد الغني عبد الله عبد العزيز عبد الله عبد الحسين كتاب القرآن كواكن هاي كالفرنة هاي وهكون صوب هذا سورة الأنبياء سورة الأنبياء
سورة الأنبياء ما قالت هي لابد أن بيج من كدورة كان أما كان هي استعاذك بالعوذك بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. حسبك. هاي سؤال وكذا سؤال كذا بيه أحكام لو قلتين يا أيضا أخرجنا أحكام كذا قلتين يا وأنشأنا نونك ريبان شينا كذا بيه محاوة نونك ردا حاتك جميل وإخفاء يا نونك ردا حاتك ولو جدا إخفاء هاي قوما آخرين قوما هاي معاك جرا آخرين كونونك يلي أقول إظهار هاي من قرية هاي كونونك ردا حسن اصطلاح إيه معلم كنت كوه شيء واي تجويد كي ما أكل لوب بدري واي شكرا بارك الله فيك هاي قف كوه هيا سورة الأنبياء وآخرين كان عايد عاد وآخرين استي لو ما ميريني أصدق آخرين استي سؤالين وكجوابي إخفاء وكجوابي إظهار وكجواب أنت هذا عايد وكجستي آخرين هاي يا كوه حسن خالد حسن خالد حسن خالد سورة الحجر هاي ما قاعد سورة الحجر هاي اللي بدنا بيجي نقدره هاي قول هؤلاء قول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أي قال هؤلاء ما قال جديد يا أفر ما جيس وجه بناتي إن كنتم هاي متكاسنا ما قال جديد يا بناتي انكم هاي بناتي انكم هاي افر مغيس واجب يا واجب بناتي انكم هاي واجب واجب سفانو فيري بناتي انكم حمزه فيري بناتي انكم هاي مكيوا هاي جايز من واجب جايز ما قال جديد يا ما قال أفرعي إن كنتم نور ما كافك تبرعي كنت بدي حسنين ما قال وتشيل دودي شن يا تمام شن يتمان هاي شكرا أبو سان هذا بشير أنا سليم محمد فوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله
سين ضاد مغل جيده يا لبا سين كنا سين مغل جيده ل ميم كنا آيات الكتاب المبين حمزه ما له اخر واي حمزه تو حمزه تو انت كله سيجار الله امتحان يا مركا فير انه كدب يريس كوي ان شطواب هرت برامج كان سباير برامج كو حلوه تلا غلاي ان ارديده اسكو فيلنادا قران كا اخريستان ارديده ودريمسن هادو كلا دوين اردي ولبد ذلك سي وال سو دلالو يسو او سو قري سو اخريو فان كان اسكو من اوغات فان الهي با فيها adardaydi wa dareemaysan waxa laga yaabaa qof yar inuu sifan u akhriyo qof ka weyn inuu hooga ku istaago faanka ilaahay wuu bixiyaa dadaalna wuu jiraa ardayda waxa arday waxa rabaa waalidkiisa inuu muraaqabeeyo oo la socdo akhri la yiraahdo in macallinku dadaalaya labada dhinac hadii meel ay liidato hooga nuqsaan ay maanay in ardayda waqtiga helay oo sifan waxa loo sharxay waalidkana muraaqabeeyay meel bay gaariyaan ardayda dad arkayseen intaad qof walba meeshay akhriyan magari ma dalka tan waxa weydinaya ahkaam dad qaarba hoo dhiman wax leena talaaqatu lisan arabku inuu fasaxan laado qaar way ku hakanayaan waheen gaadineen qaarna ma dareemaysan waxay waaqrineen si qof loo akhriyo kan talaaqada taas ay qofkinu aad u akhriyo oo iska akhriyo si qof loo akhriyo kala qofnu waheen gaadinaya marka talaaqatu lisan wixii u dhiman shaaduwa laga rabaa in quraanka lagu tadriibiyo jumladaha loo qoro akhriskoodi la badiyo arabkan uu cabsanaya marka insha Allah ta'ala inta dhiman waa loo dhameystiri doonaa magayada taa way dhameeyeen nuun kana dhahasaday in magay ixfaal leeyahay loo sheego hada waa way fahmeen faanka muhiima magaasi muhiima aha marka sheekhu wuxuu leeyahay walaal sheena magayada baa loo sheegay ki hore qabsadeen nuun kana dhahasaday macnaheedu waa jeedan ixfaal ixfaal macnaheedu nuun ka hafa laqmaya hafna lama akhnaa ku diidin waa idgham ku ogolaadayn waa idhaar waa saas weyn een shartabu hule qaybo ha jirtaa ardayda waxaan ka marnay inuu heelo labaraha kamida noocaan oo kale dadka loo baray ul waa kamadno hadii aad aragtay abdullah soo arday garaay waa loo haystaan ah mamnuu waa in arday la garaa shartabay arinta sabal gaar badil ugu arkay ardaydan in la soo jiido la kasbado oo loo sheekeyo casharka loo akhriyo mar la ciyaarsiyo loo talagalay ay dugsiga ay jaalaan diinta ay jaalaan mustaqbalka diinta ay galiyaan aadabtu waxa loo dhigo laba arday mahal arday ayaan ku soo gabagabeeyna akhlaaqiyadki aadabki ay qaateen waxa la maadooyin qaar ku saabsan sheekh yaan ka yahay Abdulif out Abdulif ay ay waxa la baray ay akhlaaqiyadki mahal laga baray ay waxa ka akhri aadabti iyo akhlaaqdi ay akhri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أغسل وجهي بالماء والصابون أنظف أسناني بالمسواك أو الفرشاة ألبس ثوبا نظيفا طاهرا جميلا أحمل حقيبتي وأدواتي المدرسية أستأذن دائما قبل الدخول أجلس في مدرستي بأدب وسكينة أحترم معلمي وأوقره أجلس أمامه بأدب أحترم زملائي في المدرسة أجلس بينهم بهدوء أمسك قلمي ودفتري بطريقة صحيحة أقرأ بصوت مسموع وبهدوء ولا أسخط ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ديني الإسلام وكتابي القرآن أحب مدرستي لا أغيب ولا أتأخر أعتني بنظافتي
أعتني بنظافة مدرستي وثيابي، أستمع إلى درسي وأحاول فهمه جيدا، لا ألعب في الطريق، أمشي على جانب الطريق، أحب أبي وأمي، أسلم عليهما وأقبل أيديهما، لا أنادي باسمهما ولكن أقول أبي وأمي. شكرا. أنا أقول لك أن 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 يران تودي وهي آخرنا إن الله يعطان ما شاء الله من اعتراضان وان إلوني لكن عدي إلك صوبها إذن قال إذن هستهداد إلي ستان كل ما شاء الله ظهروا وانو إلوني اعتراضان هدي عونك ميرسي كون نغضو أنت ميش فالإذا الله هستان هده دو هالده دونا أنت ميش دوكتي هسوي سقاطان بيوت هالك يوم هاي انكساسة لسمية ما شاء الله لأن هاي أردي ده أيها معلمين تودي iyo inta madrasada gacanta ku haysa iyo dhamaan waalidiinta aad bay mahadsanayeen way dadaaleen mustaqbalka caruurta diinta barashadeeda iyo fahankeeda in loo fududeeyo ayuu ku jiraa iskuulna waa la baranayaa laakiin ardayda waxa la rabaa sida iskuulka mustaqbalka ay u geliyeen ay ugu fikiraan injineernimo iyo macallin iyo dhaqtanimo inay diintana ay ugu fikiraan waxaana keenay kara in diinta loo jilciyo la fahansiyo lala tafaaculo adadeega iyo garaaca laga joojiyo nacaybkana laga saaro ayay ku keeni karaan haddii garaac iyo adaadis iyo jug iyo jag lagu noolaado halkaasay aadayaan meelo kale mustaqbalkood gelinayaan marka insha allah macalimiintu waxaan ka rajaynayaa juhdiga ay bixiyeen xasanaadkaday leeyihiin inta kale soo socotana sidaas iyo si ka fiican inay ku yimaadaan ayaan rajaynaynaa dumarku waxaa ku jiray maamooyin waaweyn oo barnaamijka qaatay oo hadda imtixaankooda aan ka gaari weynay أيضاً إن شاء الله معلمان واسطو جونا سيقون الله قادة هاي استياريان قرآن كالو امتحاميا انت كلا قريا اسكفر يا صلاة ايكا ليسان تاي قرآن كان أخي سنكرين وإلي مداريس دي ملك الرادين مركز الكلي مشكو ميال مداريس ويبدين هل سا دين تسي كو يتون سانا الدنيا دا سي هل سا وحبارو ان قف والبحر حبارتو وحبار شدوا افتين صلاة ايسون كي حج كي وحي كو عنسهان علمي قائل لغو فهمو حتى كلو هاد نغني سوقف عابدة oo ilaahay caabudo cibaadadiisa waxay ku ansaxday iyo waxay ku halawday aan kala fahansanayn atayaadka laga yaabo dad qaar inay ka qaldayeen kii aan waalidkeed ka soo gaarnay oo muddo markii la akhriyay carabkiin meel bedelay weli aan hadda laga jeegareen ba waxa laga yaabaa in qaarkiin ay ku tukanayaan marmar macallin ku imaado haddeeda macallin oo atayaadka iga dhageyso waa sa atayaadka isagoo saa lagu soo baray laakiin cilmi ma aadan baranayn carabkii meel buu qaldi doonaa qaladkii uu la qabsanayay marka adiga hore sahay jiray baa waxa laga inaysay wax ka noolaan atayaadka iga dhageysada qof guri kula jooga ee afhaataad iga dhageysada yaan laga xishoonin waa cibaadada ku xiran marka waxbarashadana insha allah taala waxaan rajaynaynaa inaad joogtaysaan waqtigiina 12 saacadood hal saacad ka siisan barakallahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Nairobi meeshan buu noo soo socday ilmahaasaydo inuu fiiriyo ogaado wixii naga dhimanna uu noo sheego wixii aan u baahannahayna uu noo ziyaadiyo intii maaragtay awooddiisa ayuu maaragtay halkan u yimaaday ka waran ilmahan iyo maarag dadaalkooda waxaa looga soo kiciyaa Nairobi inay kor loo soo qaado haddii adigii waalidka ahaa aad dadaali waayso ka waran soo nasiib darro ma marka insha allahu annaga waxaan isku dayaynaa inaan dadaal hadan macallimiintan ahay dadaal aan muujino intaas inkasii badan annagoo barnaamijkii iyo hooshii nagu cusub saad ogtihiin qofka markuu bilaaw yahay wax markuu bilaaw yahay iyo markuu waxoogaa aad ku dhex jirto isku mid ma aha markaa bilaaw tahay canuga markuu maaragtay uu socod barad yahay waa inuu dhacdhaca oo kukuba oo maaragtay hooliyo badan buu maraa marka hadda waa bilaaw oo waxaan ku jirnaa dhaadhici iyo maaragtay kukufkii baa ku jirna hadda waxaa weye wixii ka dambe waxaan rajaynaynaa wax badanna uu nooga baxay barnaamijka waalidiintana waxaan umaleynaa hadda ka dambe inay dadaali doonaan baan u malaynayaa oo hadda kadib aad aan iskula shaqayn doono maxaa yeelay dadka qaar maba fahansano barnaamijka waa walaaj u baahan waqti gooni u baahan iyo maaragtay qaab u socon shuruudo iyo nidaam ayuu leeyahay
هذه وقت محاضرة لقى بحياه لقى هذا أيو نقد دهنا لكن وبرامج شروطة يمارته نظام يقابل أسعى له هذه يقابل كي وحير أسعى أقل لحدا برامج كيسير اللي بيكون معنا مركان إن شاء الله واندلالنا علماء بدن بافن دا أو باهن مش كهذا شيء أو باهنت أو ترب بدن وحي لي إن عريسو دتك علماء بدن أنت بدن وحاول يجي وحيال بدن ومارته وموضع أركاين إن دتك بروحات ثلاث يان أي أحد أو باهن مركا دتك أوساك وقت داري مادي أو وقت أحد أو دراري مرة منو إن مارته سي هذا لنا إن شاء الله رامش قاسوك وقولنا وحنال جوان دب دوان ومرتي أيان الجوان وها نع قلب قلب بده فديا محو هاي شعالي هاي شعالي زين يا فديا نك قلب بده هذا شرخ هنا هدي نود هدي هنا هدي واد أركي زار وسيا وحوي إن إله تعريف يو وبعنا نك بيك تشرمر هذا بقى فديا والدين تي أربعة فديا معلمين تي دوسيا بعض الصحابة دا أو شرخش منلجو أي فديا ومركز تبع سيا نك قلب تاجنو halkan loo yimaado waa garanaysan dadkii hada mararka hore yimaadi eelmaha tijaabineeyay waxa way sheekh Haashim maratay barashiis ma baana marka waxa laga yaabay dadka dhigaysan jireen oo sheekh Haashim yana tusaa sheekh Haashim garatay waa ka sheekh Haashim fadhiyo kursi ku fadhiyo ninkana garanaynin maratay Haashim yani koosar ninka yiraahdo dadka loo soo tabiyo waa ninka baa jabaad ninkana garanaynin habartada insha Allah isagana kulaybo oo uga warbixinayo inuu no wareeso ayuu hadana u fadhiyay waxa uu maragtay marka waxaan ugu sii dheeraanayaa waqti aan ugu sii dheeraanayaa waxaan soo gabagabeynayna marka barakallahu fiikum culimada waxaan leeyahay iska raali hada hadaan kelima in si waynay marka horaan aad u dahanay waa diid maara dad ilmo la fadhiya jira dad maaratay xaafaday ka soo dayo maaratay waxa maaratay xaafada ka mashquulsan ba jiraan marka si aad darteeda waan iska soo xireyna marka dad waxaan u galeynaa wixii uu idaacada iyo hoolihi marka waalidiinta waan soo dhaweynaynaa insha Allah.